اهلا وسهلا بحضراتكم، نلتقي في السيشن الاخيره ضمن سلسله البرزنتيشن سكيلز، واحده من اهم السكيلز اللي احنا محتاجين نعرفها. حضرتك مدير او حضرتك سب اوردينيت، محتاج ان انا اعرف ازاي اطلع، محتاج ازاي اعرف اتكلم قدام الاودينس بتوعي. يعني اتمنى ان احنا نكون تابعنا الخمسه سيشن اللي فاتوا. فكر حضراتكم بنتكلم مره تانية على الاليمنت اوف افكتيف برزنتيشن. انا عندي ثلاث عناصر، عرفت ان انا اجهز نفسي كويس قوي للثلاث عناصر دول، اعرف ان حضرتك ان شاء الله باذن الله ناجح في البرزنتيشن بتاعتك. رقم واحد، المسج، الكونتنت اللي هقوله، ازاي احضر له كويس قوي، ازاي ابذل فيه مجهود، ازاي اعمل البرزنتيشن بتاعتي لاجزاء، يعني التوبكس بتطلع من تحت لفوق بترتيب سلمه سلمه بشكل تدريجي طبعا. يعني فكره الدليفري، ازاي اقدم الموضوع بشكل لطيف، فكره ان انا عندي جزئيه الايه، ان انا ممكن اخرج من السياق في بعض الشيء، احكي موقف، احكي ستوري بسيطه. يعني دي يمكن من الحاجات اللي بتخلي البرزنتر عنده القدره ان هو بالفعل يعني ايه يكون ناجح وعامل طاقه ايجابيه جوه القاعه اللي هو بيقدم فيها البرزنتيشن. في عندنا جزئيه الاودينس، ازاي بتعامل مع الاودينس بتوعي، بعرف الباك جراوند بتاعهم، بقول الكلام اللي يتناسب او طريقه الشرح اللي تتناسب مع الباك جراوند بالنسبه للاودينس، مش بخاف منهم، مش قلقان، مش عندي حاله القلق، بالعكس انا بعتبرهم زي ما قلت لحضراتكم قبل كده شركاء في النجاح. هم جايين يستفيدوا، هيطلعوا بمعلومه، هيطلعوا بشيء جديد، وانا في نفس الوقت عايز ابني ايمج لنفسي واوضح المعلومات اللي عندي واقدر يعني اكسب مصداقيه اكتر وفاليو اكتر. جزئيه البرزنتر اتكلمنا عنها برضو بشكل تفصيلي، ازاي اقدر استعمل صوتي على سبيل المثال، ازاي اقدر استعمل البادي كبادي لانجوج في نقل الفكره، ازاي اتغلب على النيرفسنس او العصبيه، دي حاجات كلنا يعني او اتكلمنا عنها في اكتر من سيشن فاتت. هكلمكم النهارده على جزئيه مهمه جدا، الكلوزنج. والكلوزنج في نفس اهميه الاوبننج على فكره. طول ما انا يكون عندي القدره ان انا بعمل اوبننج قوي وبعمل كلوزنج قوي، ها انا ان شاء الله طالع ببرزنتيشن قويه جدا ومؤثره ومحفوره في الذهن اللي قدامي. هنا بيقول لنا ايه، كيب فلارشنج كلوزنج، مهم جدا الطاقه الايجابيه اللي تكون ظاهره في الكلوزنج. انا قدمت، وممكن يكون عندي يعني وقت طويل انا قدمت فيه البرزنتيشن بتاعتي، عملت اوبننج ان شاء الله يكون كويس قوي، طب الكلوزنج لازم يكون بنفس الطاقه والحيويه والايجابيه، ها منور في الكلوزنج. Lift your audience feeling positive. نقطة مهمة جدا، ها إن أنا بسيب الناس وأنا خلاص في نهاية كلامي جزء الإيه؟ إن أنا سايبهم في الناحية الإيجابية اللي إحنا طلعنا بيه النهاردة. إيه النقاط الأساسية اللي إحنا إتكلمنا عنها؟ إتكلمنا في واحد اتنين تلاتة أربعة، ها تبتدي تعمل سمرايزيشن لأهم النقاط اللي أنت عرضتها في البرزنتيشن بتاعت حضرتك، أهم الحاجات اللي محتاجة امبلمنتيشن ومحتاجة إن إحنا نعمل حاجة بعد نهاية البرزنتيشن مباشرة، دي حاجات محتاجة إيه تتحط في الاعتبار. بيقول لك هنا conclusion of the main point of your presentation، ها plan your closing as your introduction، let your audience remember best of what you said last. بيقول لك ان اكتر حاجه هيفتكرها الاودينس من البرزنتيشن بتاعت حضرتك هي الحاجات اللي كان فيها اختلاف، فيها تميز. فجزئيه الكلوزنج هنا من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن يفتكرها لك الاودينس، جزئيه الستوري، وان انا بربط الحاجات اللي بقولها بموقف حصل بشكل ما. في برضه يمكن تد، من الحاجات اللي بتعجبني جدا على موقع تد، الناس اللي هي عارف انت ايه، تقول نص الستوري في الاول وبعد كده تسيبك متشوق وتعرض الفكرة الأساسية، وبعد كده في نهاية البرزنتيشن تقدم لك النص الثاني أو الحل أو الوضع النهائي للستوري اللي هو قالها في البداية. فدي من الحاجات الجميلة جدا واللي بتشد فعلا الأودينس بشكل كبير، فممكن تستغل حاجة زي كده. يبقى الكلوزنج بتاعي لازم صوتي أنا الحيوية بتاعتي تكون باينة، نبرة الصوت تختلف، البيس، ها سرعه الصوت او التباطؤ الصوت هنا مهم جدا، السمرايزيشن اهم الافكار والنقاط اللي اتقالت، اهم التوبيك، اهم الحاجات اللي محتاجه امبلمنتيشن، وزي ما قلت لحضرتك التكتيك بتاع ان انا اقول ستوري نصها في الاول وبعد كده اسيبهم متشوقين واقولها في الاخر، من الحاجات اللي برضو هتفرق معاك كتير. لو في برضو عندك الكلوزنج صوره معينه معبره، فيديو معين
ها هي عايز برضو تعرضه على الجروب اللي قدام حضرتك، برضو ده هيكون من النهايات القوية، وخصوصا لو كان معبر قوي عن يعني الموضوع اللي حضرتك بتعرضه على الاودينس بتاعك. بعض الرولز نخلي بالنا منها. رقم واحد، البرزنتيشن از نوت ذا باوربوينت. انت هتبذل مجهود كبير في الباوربوينت او في بريزي زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي المدفوعه ديت. طيب انا عملت الباوربوينت، عملت فيها مجهود كبير جدا وجاي اقدمها للناس، لازم تفهم ان دي مجرد تول في ايد حضرتك، اداه. زي ما احنا كده بنتكلم مثلا مع السيلز فورس تيم، سيلز فورس تيم بيكون مثلا معاه البروشور، بيكون معاه التابلت بتاعه، بيقدم المنتج بتفاصيله ومميزاته. فكره ان انا يعني اتخيل ان الباوربوينت هي البرزنتيشن دي فكره خاطئه ولازم اشيلها من دماغي. حضرتك انت الباوربوينت، انت اقصد البرزنتيشن، انت البرزنتيشن نفسها. الباوربوينت هي مجرد اداه مساعده في ايد حضرتك، استعملها في اوقات معينه، اخد منها نقاط، اكتب هيدلاينز، لكن انت الباوربوينت، ادائك وطريقتك والبادي لانجوج والصوت بتاع حضرتك، كيفيه اداره البرزنتيشن، كيفيه ان انا ممكن افتح نقاش مع بعض الناس او اذكر اساميهم عشان اهداف معينه جوه البرزنتيشن، دي كلها بترجع ليك انت، السنس بتاعك واحساسك وقدرتك على الكنترول. ماشي. فمره تانية، برزنتيشن از نوت ا باوربوينت، يو ار ذا برزنتيشن. بريبير ويل، جهز كويس قوي البرزنتيشن، بات دونت بيرفورم اوفر بريبريشن. حاله الهوس، حاله الهوس ان انا عايز احفظ كل كلمه في السلايد دي، الكلام ده مش موجود خالص. انا بفهم الاوت لاينز بتاعت السلايد، النقاط المهمه اللي فيها، الترانزيشن، التوبكس اللي انا ماشي فيها بالتدريج، هو ده الاساس. الرول الثانيه، if you are excited about what you say your audience will be too. Your audience should be captivated not captive. الناس لازم تكون مشدوده بيك، متاثره بيك، انسبايرد بيه الكلام اللي حضرتك بتقوله، انت عامل طاقه ايجابيه، عامل شيء مختلف بصوتك والبادي لانجوج وطريقتك في الاداء وفي طريقتك في التاديب. لازم يكون الموضوع اساسا يهم الناس، لازم يكون بتقدم شيء جديد، يكون شيء مختلف. لو كان الموضوع ممل او في رتابه او مشابه، انت اول واحد هتحس بكده وهم هيتنقل لهم الاحساس بالشعور اللي جوه حضرتك. فمره تانية، اختيارك للموضوع من الاساس لازم يكون فيه مهم، ولازم تبذل فيه مجهود كبير وتعمل سيرش عشان تعرف توصل المعلومه بشكل كويس. رول نمبر 3، presentation success depend on if your message is understood, remembered, acted upon. understood, remembered, acted upon. وانا شرحت لكم قبل كده، قلت لحضرتك كل ما كانت الرساله بتاعتك سيمبل واضحه وطريقه شرحك نفس الكلام ماشيه بالطريقه ديت، تاكد ان انت هنا هتعمل تاثير، هتعمل امباكت حقيقي. لكن لما يكون الكلام في الحته اللي مش مفهومه، انت مش عارف توصل المعلومه بشكل كويس، يبقى انت كده للاسف خسرت الاودينس بتوعك. ما هماش فاكرين، ما هماش فاهمين، ما حدش هيعمل حاجه من اللي انت قلتها ديت خالص. ها، ويمكن انا حذرت قبل كده من الناس اللي هي عايزه تحس ان احنا ايه، ان احنا جامدين قوي وعباقره قوي وما فيش حد زينا واحنا عاليين واحنا فوق. الكلام ده انساه خالص وانت بتقدم برزنتيشن او تريننج على سبيل المثال. لازم تكون اللغه بتاعتك سهله مفهومه، ها انت كده هتطلع بالاوبجكتيف من البرزنتيشن. اوعى تخلي الاوبجكتيف بتاعك في البرزنتيشن ان انت الناس تحس ان انت عميق وان انت فيلسوف وان انت لا. كل ما كنت سهل وبسيط والكلام واضح ودايركت، كل ما بالفعل هيتاخد عنك انطباع ايجابي. يبقى الرساله بتاعتي انا تيجي في الاول، ثم فكره ان انا ابان بشكل ايجابي او بشكل عالي او مش عارف ايه، ده بيكون الهدف 2 او رقم 3 كمان. طيب دلوقتي ازاي اعمل ايفالويشن للبرزنتر؟ يعني لو حضرتك قدامي برزنتر، واخد بالك، وقدام مجموعه من الناس انت بتقدم البرزنتيشن بتاعتك، ازاي اقدر اعمل لك تقييم، الايفالويشن، الاسسمنت؟ فتعالى كده نشوف البارامتر الاساسيه اللي انا ممكن من خلالها اقول بالفعل ان انا برزنتر كويس او ان انا محتاج اتدرب على نفسي اكتر. اتفقنا ان انا عندي 3 عناصر، المسج والاودينس والبرزنتر. على وجه التحديد بالنسبه للمسج، هل الاوبجكتيف بتاعت البرزنتيشن واضحه؟ هل انا قدمت الاوبجكتيف؟ هل اولا قدمت الكريدنشال بتاعتي انا؟ وبعد كده وات از فور يو؟ دي نقطه مهمه واساسيه، لو ما قلتهاش فانت خسرت جزء كبير من انتباه الاودينس قدامك. يعني هل البرزنتيشن اورجنايزد؟
بمعنى ان هي طالعه زي ما قلت كده بالتدريج، ها سلمه سلمه. هل الموضوع مترتب؟ التوبيك هل في ترانزيشن كويس قوي ما بين التوبكس؟ ها فدي نقطه مهمه. الاوبننج كل ما كانت اتراكتيف كل ما كان انت بالفعل عندك قدره انك تقدم يعني برزنتيشن كويسه وبتشد انتباه الحضور. واتفقنا ان عندنا اكتر من طريقه عشان اعمل اوبننج كويس. الدليفري، هل انا قدمت الدليفري او قدمت يعني البرزنتيشن بتاعت العناصر بتاعتها الداخليه بشكل كويس؟ يبقى انا عندي اوبننج، وبعد كده عندي الجزء اللي هو الكونتنت اللي محتاج اقدمه، وبعد كده جزئيه الفلارشنج كلوزنج. واتفقنا برضو ان احنا عندنا اكتر من عنصر اقدر اعمل بيه الكلوزنج بشكل كويس، اهمهم ان انا بعمل يعني ربط ما بين اللي اتقال كله وما بين النقاط الاساسيه اللي بعملها ايه يعني سمرايزيشن في الاخر. طيب بالنسبه للاودينس، على مستوى الاودينس ازاي اتعاملت معاهم؟ هل كان عندك السنس ان انا اكون فاهم النوعيات المختلفه من الـ من الاودينس؟ اتفقنا ان انا عندي الفاكيشنرز، عندي البريزونرز، عندي السبونج. هل قدرت اتعامل مع النوعيات ديت؟ هل قدرت اعمل كنترول بشكل مظبوط؟ يبين على مستوى الاودينس في عندنا جرابنج اتنشن، بيلدنج الكريديبيليتي اللي تخص حضرتك، هل بالفعل الكلام اللي انت بتقوله ده انت تستحق انك تقوله، او عندك الفاليو او القيمه او الباك جراوند ان الكلام ده احنا نسمعه منك. الهاندلنج للكويتشنز او للكونسيرن اللي ممكن يتقال، هاندلنج للناس اللي هم البريزونرز، قدرت تحكمهم تعمل كنترول عليهم ما يبقاش الموضوع كونتيجيوس زي ما احنا اتفقنا قبل كده. الناس السبونج، هل زودت عددهم مقارنه بالفاكيشنرز؟ دي كلها تقييمات بتتحط لحضرتك. اوفر كامينج النيرفسنس على مستواك انت بقى الشخصي، على مستوى البرزنتر، قدرت بالفعل اتغلب على العصبيه بتاعتي اللي ممكن تكون في الاول اول دقيقه او اول دقيقتين شيء طبيعي، لكن ما ينفعش ان هي تستمر معايا طول البرزنتيشن. البادي لانجوج بتاعي، هل استعملت جسمي بشكل كويس؟ حركاتي على الستيج، حركه ايدي، حركه رجلي، ثباتي، ظهري المفرود، ايديا اللي هي مفتوحه قدام الجميع تحسسهم بالراحه والثقه والامان. البرونانسيشن، هل انا اتدربت كويس؟ الفايف بيز اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. الاي كونتاكت، هل انا بالفعل قدرت اوزع نظري على كل القاعه اللي قدامي يمين وشمال والناس اللي قدام قريب مني او الناس اللي هي البعيده. الفويس، ها اتكلمنا على الفويس وعلى مهاره الفويس واهميه الفويس. صوتي امتى يكون عادي؟ صوتي امتى يكون واطي؟ صوتي امتى يكون عالي؟ امتى استعمل السايلنت او البوز، الصمت، فترات الصمت. البيتش، جزئيه نقل الاحساس، انا فرحان، انا زعلان، انا عصبي، انا هادي، انا خجلان، انا محتار، انا قلقان. عديد والعديد من انواع الشعور اللي انا ممكن انقلها بصوتي بس للاودينس بتوعي. اتمنى يكون يا رب الست يعني سيشن دول يكونوا ذات قيمه بالنسبه لحضراتكم. وطبعا لو في اي اسئله تقدر حضرتك تتواصل معايا سواء من خلال لينكد ان او من خلال الواتس او من خلال الايميل، طبعا يعني تحت امر حضرتكم. شكرا لكم، وان شاء الله نتقابل في توبيك جديد. السلام عليكم.